فتوى من علماء المسلمين بشأن واجب الحكومات الإسلامية تجاه الغزو الصهيوني على غزة وبعد. فإن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في اجتماع دائم ومستمر لمتابعة هذا العدوان الغاشم من الصهاينة المجرمين على أهلنا بغزة، وذلك للصدع بالحق وبيان الواجب على الأمة تجاه ما يحصل لأهلنا في غزة، وانطلاقا من ذلك الواجب الشرعي على العلماء تجاه قضية الأمة الأولى، قضية فلسطين. هذه اللجنة ووراءها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمجلس أمنائه وعضائه تفتي بما يلي: أولا، يتعين شرعا على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، التزاما تاما بواجب النصرة لفلسطين دينيا وسياسيا وأخلاقيا وقانونيا، وبموجب المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة، وبمقتضى ولايتهم الشرعية على الشعوب. ثانيا، يتعين شرعا التدخل العسكري والإمداد بالمعدات والخبرات العسكرية وفقا لما يلي: ألف، أولا، على الداخل الفلسطيني على مستوى السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل عليهم المقاومة في ضفة وفي 48. باء، على دول الطوق الأربع بدءا بمصر ثم الأردن وسوريا ولبنان أن تقوم بواجبهم الذي ذكرناه آنفا. تاء، على جميع الدول العربية والإسلامية بالتنسيق مع الداخل الفلسطيني ودول الطوق الأربع ضمن تحالف عاجل يتجاوز حالة التردد وضعف التي استمرت مع الأسف الشديد لعقود، والتي أدت إلى إمعان المحتل في جرائمه غير المحصورة، والتي أصبحت تنذر بمحرقة عامة وشاملة، بل تحققت هذه المحرقة مع الأسف الشديد، كما أنها تنذر بانهيار شامل للمنطقة والمحيط. ثالثا، الواجب شرعا على العلماء والنخب والهيئات بأنواعها، الواجب عليهم التحرك العاجل للقيام بواجبها من الضغط على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية والمؤسسات السياسية التشريعية والبرلمانية والقضائية للتدخل العاجل والتحرك السريع، وعلى أن تتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية والدستورية والاستراتيجية. أربعة، إن أخطر ما تصاب به الشعوب حالات اليأس من نيل حقوقها وصد المظالم عنها، ما قد ينذر بانفلات عام وهيجان لا يعلم إلا الله، لا يعلم مداه ومآله إلا الله، وبخاصة أمام العدوان الصهيوني الأخير بدعم غربي كامل وفاضح ومستفز، وبتخذيل المقاومة ومئات الملايين المناصرة لها، والعمل على اجتثاث كل عضو وحبس كل صوت وكتم كل نفس لغرض الإبادة العامة والتدمير الشامل واستبدال الأرض بغير الأرض، وكذلك أمام مسارات العبث والمماطلة والكذب والخيانة لعهود وعقود دون أي فائدة، بل بمزيد من التدمير والتهجير والاستيطان والإمعان في العدوان والإفساد. خمسة،
إن الدعم الغربي الشامل عسكريا وماليا وإعلاميا ودبلوماسيا واستراتيجيا يحتم على الدول العربية والإسلامية المعاملة بالمثل عسكريا وماليا وإعلاميا ودبلوماسيا واستراتيجيا لتحقيق التوازن الدولي ومنع الطغيان الذي قد يقابله الهيجان ما قد ينذر بالانهيار والطوفان. ولا يعقل أن تظل الجيوش الرسمية التي بلغ عددها 4 ملايين داخل أمتنا الإسلامية والتي ينفق عليها سنويا أكثر من 170 مليار دولار أن تظل هذه الجيوش حبيسة سكناتها وأن تصفى أسلحتها وتنهار منظوماتها مع أن الأمة الإسلامية تنهار والعالم يهوي. 6 إن الجهاد والإمداد في فلسطين واجب شرعي ومسؤولية إسلامية وعربية وإنسانية، ويحرم شرعا السكوت عن العدوان وعدم صده ورده بتحرك الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى أو الأولى فالأولى، وأن ترك غزة والأقصى والقدس وفلسطين للإبادة والتدمير خيانة لله، خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومن هنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وأن يهلك عدونا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على ما تشاء قدير. وأنزل جندك يا ربي، وأنزل جندك لتدميرهم، إنك القاهر وإنك القادر وإنك فوق كل شيء، ونحن كلنا أمل ويقين بنصر الله سبحانه وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.